دائما ما يكون شهر رمضان محفزا للجهاد والقتال عند المسلمين، مع أنه شهر صيام عن الطعام والشراب، إلا أن ذلك لم يكن مدعاة لتكاسل المسلمين عن الحرب، بل كان دافعا لشن الغزوات واسترداد الحقوق، إيمانا منهم بأن الموت في سبيل الله يساب عليه المجاهد أضعافا عند الله. من أمجاد إليكم أشهر 10 معارك إسلامية كبرى وقعت في رمضان. غزوة بدر الكبرى التي كانت يوم 17 من رمضان للسنة الثانية للهجرة، ووقعت بين مشركي مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمى القرآن الكريم ذلك اليوم بيوم الفرقان، أي الذي فرق الله به تعالى بين الحق والباطل، الحق الذي تمثله جماعة المسلمين وبين الباطل الذي تمثله جماعة كفار مكة الذين قد أنكروا دعوة الله. وقد كان عدد المسلمين في ذلك اليوم العظيم 313 رجلا مقابل 1000 رجل من مشركي مكة. وفيها دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وناشده نصره الذي وعده، ثم تم وعد الله الحق وانتصر المسلمين في هذه المعركة، وقتل 70 رجلا من مشركي مكة وأسر 70. وقد كان من أشهر ممن قتلوا في هذه المعركة عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل. غزوة فتح مكة كانت في السنة الثامنة للهجرة، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ومعه 10,000 من الجنود من الصحابة، ففتح مكة ودخلها، فطاف بالبيت الحرام، ثم حطم 360 صنما حول الكعبة، ثم دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين وكبر في نواحي البيت، وخطب في الناس خطبة فتح مكة، وبايعه أهل مكة رجالا ونساء على الإسلام، وأطلق سراح أسرى كفارهم، وقال مقولته الشهيرة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. معركة القادسية كانت في رمضان سنة 15 للهجرة بقيادة الصحابي سعد بن أبي وقاص، وهي من المعارك الفاصلة بين المسلمين والفرس. وقد عانى المسلمين في هذه المعركة من الأفيال التي نفرت منها الخيل، ولكن القبائل العربية التي كانت حليفة لكسرى قبل إسلامها انضمت لجيش المسلمين، ومنها قبيلة تميم التي كان لها دور كبير وفعال في وضع خطة لهزيمة الفيلة بحكم خبرات أفرادهم السابقة في القتال بجوار الفرس في السابق. فنجحت الخطة في هزيمة الفرس بعد أن استشهد الآلاف من جيش المسلمين. فتح الأندلس وكان ذلك في رمضان سنة 92 هجريا بقيادة طارق بن زياد، ومعه 12,000 جندي عمتهم من المسلمين البربر، فهزموا الجيش القوطي الذي كان قوامه زهاء 40,000 جندي. وكانت هذه المعركة بداية الفتح الإسلامي للأندلس. معركة الزلاقة وهي في جنوب دولة إسبانيا حاليا، التي كانت سنة 479 هجريا، وجرت هذه المعركة في رمضان بين جيش المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين الذي دخل الأندلس من المغرب، وجيش الفرنجة. وقد كان قائد الفرنجة قد كتب كتابا يتهدد فيه المسلمين، فكتب له ابن تاشفين على ظهر الكتاب جملة الذي يكون سترها. وقاد يوسف بن تاشفين المعركة وقد كان بلغا من العمر أكثر من 80 عاما، وكتب له الله فيها النصر له ولجيشه. وكانت هذه المعركة سببا في عصر المرابطين في الأندلس. معركة عين جالوت معركة عين جالوت كانت في رمضان سنة 685 هجريا بقيادة السلطان سيف الدين قطز وقائده العسكري ركن الدين بيبرس ضد التتار الذين قد اجتاحوا بغداد. وعين جالوت هي قرية بالقرب من نابلس. فلما التقى الجيشان ألقى الملك المظفر خوذته من رأسه على الأرض وصرخ بأعلى صوته: وإسلاما. وكانت المعركة في بداية الأمر كانت الغلبة للمسلمين، ثم عاود التتار الكرة، فصرخ المظفر قطز صرخته الشهيرة:
التي وصفتها بعض كتب التاريخ بصرخة عظيمة أسمعت معظم العسكر فحفزتهم على القتال وإسلاما، وانتصر المسلمين وقضت مصر على خطر التتار الذي كان يهدد العالم العربي كله. موقعة حطين كانت في رمضان سنة 584 هجريا بقيادة الناصر صلاح الدين الأيوبي، وكانت هذه المعركة فاصلة بين الصليبيين والمسلمين. وحطين هي قرية تقع بالقرب من قرية المجاورة بين الناصرة وطبرية. انتصر فيها المسلمين ووضع الصليبيين أنفسهم في موقع غير مريح استراتيجيا داخل طوق من قوات صلاح الدين. أسفرت هذه المعركة عن تحرير مملكة القدس بعد أن انهزمت الجيوش الصليبية على يد الجيش المسلم، وتحرير معظم الأراضي التي احتلها الصليبيون في الشام. بلاط الشهداء. معركة بلاط الشهداء وقعت سنة 114 هجريا في أواخر شعبان وأول شهر رمضان، وكانت بين المسلمين والفرنجة. وكانت هذه المعركة بقيادة عبد الرحمن الغافيقي الذي استشهد في هذه المعركة التي انهزم فيها المسلمين، وكانت سببا في وقف الفتح الإسلامي في أوروبا. فتح عامورية، وهي بلدة كبيرة بالقرب من أنقرة التركية، وكانت من أفضل البلاد الأوروبية وأكثر مكانة من القسطنطينية. وكان الروم قد هاجموا المسلمين وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا الرجال وسبوا النساء، فصاحت منهم امرأة هاشمية ومعتصمة، فبلغ الخبر المعتصم بالله وهو جالس على عرشه فقال لبيك يا أختاه، فجهز جيشا عظيما وخرج إلى الروم، فافتتح عامورية سنة 223 هجريا، وكان ذلك في شهر رمضان. حرب أكتوبر المجيدة. كانت معركة السادس من أكتوبر في العاشر من رمضان الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، حيث تمكنت القوات المسلحة المصرية من اجتياز خط بارليف المنيع وعبور قناة السويس والانتصار على القوات الصهيونية الغاصبة وتحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. واستطاعت مصر بهذا النصر بأخذ أول خطوة في استرداد أرض سيناء الحبيبة. أرجو أن ينال المقطع إعجابكم، لا تنسوا دعمنا لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.